السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في شرح الجزء الثاني من المحاضرة رقم 6 في مادة التست أند ميجرمنت، وهنتكلم فيها عن الحركات اللي بتحصل في البروكسيمال والديستال راديو ألنر جوين. والحركات عندي هما السوباينيشن والبرونيشن. هنبدأ أول حاجة بالسوباينيشن. السوباينيشن دي بتحصل بعضلتين، تمام، البايسبس براكياي والسوباينيتور تيريز. تمام، احنا كده كده اتكلمنا عن الاناتوم بتاع البايسبس براكياي في بارت 1 او الجزء الاول، وهنتكلم عن السوباينيتور تيريز في الجزء ده. الاناتوم بتاع السوباينيتور تيريز زي ما احنا شايفين في الصوره، الاوريجين بتاعها بيطلع من اللاترال ابيكوندايل اوف الهيومرس، وعندك برضو بيطلع من السوباينيتور كريست اوف الالنا، ومعايا تو ليجامنت بيطلع منهم برضو السوباينيتور تيريز اللي هو الراديال كولاترال ليجامنت والانيولار ليجامنت اوف ريدياس. تمام، طيب بتعمل لي انسيرشن فين؟ بتعمل لي انسيرشن في الابر ثيرد اوف البادي اوف الريدياس، في بالظبط في الانتيريور والبوستيريور سيرفيس. تمام، بتغطي الانتيريور والبوستيريور سيرفيس بتوع الريدياس. النيرف سبلاي بتاعي الريديال نيرف بيطلع من سي 5 سي 6 سي 7. الاكشن بتبقى بتعمل لي سوباينيشن او بتعمل لي سوباينيتس تي الفور ارم. تمام، طيب الرينج اوف موشن بتاعي، الرينج اوف موشن بتاعي من ميد بوزيشن لسوباينيشن بيبقى 90 درجه. بعدين عندي الفاكتور ليميتنج موشن. تمام، اول حاجه عندي تنشن في الريديو النر ليجامنت والالنر كولاترال ليجامنت اوف الريست جوينت. تمام، زي ما احنا شايفين في الصوره هنا، الليجامنت اللي رابط بين الريديوس والالنا ده بسميه الريديو النر ليجامنت، ده قريب من مفصل الريست. تمام، لو حصل في تنشن هيمنع لي اي حركه في الديستر، هيمنع لي اي حركه في الديستر راديو النر جوينت. تمام، طيب برضو عندي الالنر كولاترال ليجامنت لو حصل في تنشن اللي هو هنا عند البو جوينت ماسك في اللاترال ايبيكوندايل وعامل انسيرت في الالنر، لو حصل في تنشن فهيمنع لي برضو حركة السوباينيشن او هيحد لي من الرينج اوف موشن بتاعها. تمام، بعدين عندي التنشن اوف الانتر اوسيس ممبرين مع الاوبليك كورد اللي بتوع الريدس والارنا. الانتر اوسيس ممبرين ده بيبقى ممبرين ما بين الريدس والارنا. تمام، لو حصل في تنشن هيقلل لي في الرينج اوف موشن بتاع السوباينيشن. تمام، برضو عنده تنشن في البرونيتور ماسل وفي الفور ارم، لو عندي تنشن في الماسل اللي بتعمل لي برونيشن برضو ايه هتقلل لي الرينج اوف موشن بتاعت السوباينيشن. بعدين عندي الفيكسيشن، ازاي اعمل فيكسيشن؟ ان انا اعمل فيكسيشن للارم عشان ما يحصلش اي سبستيتيوشن بواسطه الارم. تمام، لان انا عاوز بس الحركه بتطلع من الريديو النر جوينت. تمام، طيب بعدين عندي الاسسمنت او التست، جريد 5 جريد 4 جريد 3. تمام، البيشنت بوزيشن بيبقى ازاي؟ بيبقى سيتنج. تمام، الارم بتاعته بتبقى بسايد او بسايد لونج البودي. تمام، الالبو بتاعه بيبقى فليكسد تو 90 ديجري، الفور ارم بتبقى برونيتد، بتبقى في البرونيشن. برضو اخلي بالي ان الموصل بتاعت الريست والفينجر بتبقى ريلاكسد. تمام، البوزيشن اوف السيرابيست، البوزيشن اوف السيرابيست بيبقى ان فرونت اوف ذا بيشنت، ستاند بيسايد او ستاند ات ذا افكتد ارم. تمام، طيب البروكسيمال هاند بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي ستابلايزيشن او جراسب عند الابر ارم والالبو عشان تعمل لي ستابلايزيشن ليها عشان تمنع لي اي سبستيوشن ممكن تحصل. الديستال هاند بتديني الريزيستنس، بتديني الريزيستنس في جريد 4 وجريد 5. طبعا في جريد 4 بتبقى مودريت وجريد 5 بتبقى ماكسيمم. طيب بتديني فين الريزيستنس؟ الريزيستنس بتبقى عند الدورزال سيرفيس اوف جريب كده ايه؟ عند الديستال اند اوف ايه؟ الريديوس جريب كده من ريست جوينت. تمام، زي ما احنا شايفين في الصوره. بيدي لي اتجاه الريزيستنس ازاي؟ بيديها لي عكس اتجاه السوباينيشن، يعني هو البيشنت عاوز يعمل سوباينيشن، لا انا بديله في اتجاه البرونيشن. تمام، بقوم الحركه بتاعته. برضو معلومه لازم اخلي بالي ان انا ما زودش في ريزيستنس جامد، يعني مثلا تبقى ريزيستنس معقوله لان كده اصلا دي عضلات ضعيفه. تمام، فممكن لو عملت ريزيستنس جامد ممكن تسبب لي تشنج في العضله او ممكن حاجات زي كده. تمام، طيب الكوماند بتاعي بقول له ايه؟ turn your palm in the direction of the ceiling. طبعا لو جريد 5 بقول له في الاخر hold واعد له 5 ثواني واقول له ايه؟ relax. تمام، طيب بعدها جريد 2 وجريد 1 و 0. في جريد 2 هيبقى البيشنت بوزيشن سيتنج، بس الفرق ان الالبو هيبقى فليكسد تو 90 ديجري والشولدر هيبقى فليكسد تو 90 ديجري. الفور ارم طبعا في برونيشن. بعدين هندخل على البوزيشن اوف السيرابيست، البوزيشن اوف السيرابيست، السيرابيست بيقف ان فرونت اوف ذا بيشنت ات ذا افكتد ارم. تمام،
synthesize the affected arm. ال proximal hand بتعملي grasp لل elbow و ال upper arm عشان تستبلت it to avoid أي substitution. تمام. ال distal hand ممكن تساعد لي أو تحمل لي وزن ال arm لو عنده مثلا الدلتويد ضعيفة فما اقدرش يمسك الارم بتاعته في فليكس التعين، انا ممكن امسكها له من عند الالبو زي ما احنا شايفين ايه في الصورة هنا. تمام. طيب الكوماند بتاعي بقول له ايه؟ turn your palm in the direction of the ceiling. تمام. طيب لو في جريد 1 انا عاوز اعمل بالبيشن، بعمل بالبيشن فين بالظبط؟ بعمله زي ما احنا شايفين في الصورة عند الراديال سايد اوف ذا فور ارم. تمام. واحط صوابعي هنا واشوف اذا كان في فليكر كونتراكشن يبقى كده ايه جريد 1، ما كانش في فليكر كونتراكشن يبقى كده ايه جريد 0. تمام. طيب السبستيتيوشن ازاي بتحصل لي؟ بيقول لك ان السبستيتيوشن لما انت مثلا بتعمل جريد 2 زي ما احنا شايفين هنا، لو العضلات بتاعته ويك البيشنت بيساعد نفسه ازاي؟ اول حاجه بيعمل لي لاترال روتيشن الارم وبعدين ياخدها لي ايه ادكشن اكروس ذا شيست، ادكشن اكروس ذا شيست. تمام. بيعمل لي ادكشن كروس شيست مع لاترال روتيشن، فبالتالي انا بيتهيأ لي ان هو عمل لي ايه سوباينيشن، بس هو الفكره ايه استخدم الجرافيتي ان هو يعمل لي رول للفور ارم ويخليها في سوباينيشن من غير ما يستخدم اي مصل كونتراكشن. تمام. طيب الافكتيف ويكنس بتاع السوباينيتور مصل ان هو عندي هيبقى في ويكنس في السوباينيتور مصل، فبالتالي عندي الارم بدل ما هي هتبقى في سوباينيشن لا هتبقى ايه في برونيشن، لان في الحاله ديت العضلات بتاعه البرونيتور والبرونيتور ماسل بقت اقوى من السوباينيتور ماسل، فهتاخد لي الفور ارم بتاعتي في برونيشن. تمام. طيب الويكنس برضو ممكن ياثر لي على بعض الانشطه اليوميه او الديلي اكتيفيتي، بان مثلا يبقى عندي ايه ليميتنج او يبقى عندي صعوبه في الفيدنج اون سيلف او في الاكل. تمام. طيب بيقول لك ملحوظه ان انت عايز تعمل ايزوليشن للسوباينيتور تيريس ماسل او عايز تختبر السوباينيتور تيريس لوحدها، هتعمل ايه؟ هتخلي الالبو بتاعك في فليكشن تو 90 ديجري والشولدر في فليكشن تو 90 ديجري. لو حطيت البيشنت في البوزيشن ده فانت هتقلل المشاركه بتاعه البايسبس براكيه في السوباينيشن. تمام. لان البايسبس براكيه دلوقتي في اثنين بوزيشن هي بتعملهم، بتعمل لك البو فليكشن وشولدر فليكشن. تمام. فانت عاملهم، فانت كده مقلل ايه المشاركه بتاعه البايسبس براكيه في السوباينيشن، والتركيز هيبقى على السوباينيتور تيريس ماسل. تمام. طيب تاني حاجه هنا بيقول لك زي ما قلت لك ان انت لما تيجي تدي ريزيستنس ما بتديش الماكسيمم ريزيستنس قوي يعني، او ما بتعليش الريزيستنس جامد عشان تتجنب حاجه اسمها ايه السيفير اكرام او التشنج العضلي، لان انت لما تعلي الريزيستنس جامد فالسوباينيتور تيز مش هتقدر لوحدها، فبالتالي هتنضم معاك البايسبس براكاي وممكن بعد ده كله في الاخر يحصل لك سيفير كرامب او تشنج عضلي. تمام. بيقول لك في حالات الريديال نيرف ليسونز، تمام، البرونيتور السوباينيتور تيريز هتبقى ضعيفه، فبالتالي التيس بوزيشن انت مش هتقدر تعمل له مينتيند، لان الفور ارم مش هتقدر تعمل هولد في السوباينيشن بوزيشن. تمام. حتى لو البايسبس نورمال عندك بس برضو الفور ارم مش هتقدر تعمل هولد في السوباينيشن بوزيشن. تمام. طيب بعدين بندخل على تاني حركة عندنا اللي هي الفور ارم برونيشن. فور ارم برونيشن بتحصل بأنهي عضلة؟ بالبرونيتور تيريس والبرونيتور كوادريتس. تمام. الاناتومي بتاعهم البرونيتور تيريس بتبقى اوريجينيت منين؟ عندها تو هيد. تمام. هيومرال هيد والنر هيد. الهيومرال هيد بتبقى طالعة من أبوف الميديال كوندايل اوف الهيومرس، معاك الكومون فليكسور تندون بيبقى هنا عند الميديال كوندايل، ومعاك الديب انتي براكيال فاشيا، دي بتبقى فاشيا محاوطه للعضلات الموجوده في الفور ارم. تمام. وعندك الالنر هيد طالعه منين؟ من الميديال سايد اوف الكورونويد بروسيس اوف ذا النا، والانسرشن بتاعك بتعمل انسرشن في الميدل اوف اللاترال سيرفيس اوف الريديوس. تمام. تيجي عند اللاترال سيرفيس وفي نص الريديوس تعمل انسرشن. تمام. النيرف سبلاي بتاعي الميديال نيرف سي 6 سي 7، الاكشن بتاعها بتعمل لي برونيشن للفور ارم وبرضه بتاسس في الفليكشن اوف الالبو، عشان لو فاكر البرونيتور تيريس دي كانت من السبستيتيوشن بتاعت الالبو فليكشن. تمام. طيب البرونيتور كوادريتس الانتوم بتاعها الاوريجين بتبقى طالعه من الميديال سايد اوف الالنا. تمام. اوف الديستال كارتر اوف الالنا من الربع البعيد ده او ربع ناحيه الريست، بتبقى واخده من الميديال سايد بتاعه. تمام. وتعمل لي انسرشن في اللاترال سايد اوف الديستال كارتر او الربع البعيد من الراديوس. تمام.
النيرف سبلاي بتاعي ميديال نيرف، الاكشن بتاعها بتعمل لي برونيشن للفور ارم. تمام. طيب رينج اوف موشن، رينج اوف موشن بتاع الحركه ديت لما تيجي تعمل برونيشن من البوزيشن بتبقى 90 درجه. تمام. بعدين عندي الفاكتور ليميتنج موشن، هم تقريبا نفس الفاكتور ليميتنج موشن بتوع السوبينيشن بس مع اختلاف بسيط. اول حاجه عندي التنشن اوف الدورزال ريديو ارنر ليجامنت مع الارنر كولاترال ليجامنت والدورزال ريديو كاربرال ليجامنت. تمام. ده وضحته لك انا، الدورزال ريديو ارنر ليجامنت. وبعدين عندك في هنا الليجامنت بيبقى ما بين الريدس والكاربال بونز. تمام. وبرضو الارنر كولاترال ليجامنت اللي هو اللي ما بين هنا زي ما احنا شايفين تحت في الصوره اللي تحت ما بين اللاترال بيكوندايل والالنا. تمام. الحاجات دي لو حصل فيها تنشن هتقلل الرينج اوف موشن بتاع البروليشن. تمام. بعدين عندي التنشن اوف الانتر اوسيس ممبرين. تمام. لو حصل في تنشن في الانتر اوسيس ممبرين برضو هيقلل لي رينج اوف موشن بتاع البرونيشن. ولو حصل لي تنشن في السوبينيتور ماسل، تمام، لو حصل لي تنشن مثلا في السوبينيتور تيرس فهتقلل لي برضو الرينج اوف موشن بتاع البرونيشن. تمام. الفيكسيشن، بعمل فيكسيشن للارم طبعا عشان اتجنب اي سبستيوشن هتحصل. بعدين عندي التست جريد 5 4 3 بيبقى البيشنت بوزيشن، بيبقى سيتنج زي ما احنا شايفين في الصوره، الارم بتاعته along beside البادي، الالبو فليكسد تو 90 ديجري. تمام. برضو الماسل اوف الريست والفينجرز بتبقى ريلاكسد. البوزيشن اوف السيرابيست بيبقى ان فرونت اوف ذا بيشنت. تمام. بيبقى برضو ستاند بيسايد الافكتد ارم. البروكسيمال هاند بتعمل لي جراسبنج او بتعمل لي ستابلايزيشن للالبو والاوفر ارم عشان اتجنب اي سبستيوشن تحصل او اي شولدر موفمنت تسبب لي سبستيوشن. تمام. الديستال هاند بتاعتي بتدي لي ريزيستنس. تمام. بتدي لي ريزيستنس فين؟ في الفولار سيرفيس، الفولار سيرفيس اوف الديستال اند اوف الريديس. تمام. طيب بديها ازاي دلوقتي؟ البيشنت بيعمل لي برونيشن، انا بديله الريزيستنس بتاعتي في اتجاه السوبينيشن، يعني انا بحاول اعمل سوبينيشن للفور ارم والبيشنت بيعمل برونيشن للفور ارم. تمام. الكوماند بتاعي او الاوردر بتاعي بقول له تيرن يور بارم داون. تمام. وطبعا في جريد 5 بقول له هولد ات. عندي في جريد 2 1 و 0 البيشنت بوزيشن بيبقى سيتنج الارم ات ذا سايد. تمام. الشولدر بيبقى فليكس 290 ديجري والالبو فليكس 290 ديجري زي ما احنا شايفين في الصوره بالظبط. البوزيشن اوف ذا سيرابيست بيبقى ستاند ان فرونت اوف ذا بيشنت از افكتد ارم. تمام. بسايد ذا افكتد ارم. البروكسيمال هاند بتعمل لي جراسبنج للابر ارم مع الالبو عشان تمنع لي اي شولدر موفمنت ممكن تسبب لي سبستيوشن. الديستال هاند ممكن تعمل لي او تعمل لي سبورت للفور ارم تحت زي ما احنا شايفين في الصوره هنا، لو عنده مثلا الشولدر ماسل ضعيفه ما اقدرش يحمل الشولدر في الفليكشن، فبالتالي انا ممكن اعمل له سبورت للويت اوف الارم. تمام. طيب الكوماند بتاعي بقول له تيرن يور بالم داون. تمام. طيب لو في جريد 1 هعمل بالبيشن، هعمل بالبيشن في انهي مكان بالظبط؟ هعمل بالبيشن للبرونيتور تيريس في الفولر سيرفيس اوف في الفور ارم. تمام. في الفور سيرفيس اوف الفور ارم فين بالظبط؟ في هنا عندك اعتبر ان ده الميديال كونتايل، وهتيجي ايه زي في خط كده ماشي كده متعرج، هتتخيل انت الخط ده وبتعمل الخط ده نهايته فين؟ عند اللاترال بوردر اوف ريدس. انت هتحط ايدك في النص وسط الخط ده كده. تمام. زي ما هو حاطط في الصوره بالظبط، وهتعمل بالبيشن. تمام. طبعا هو مش هيحرك الفور ارم بتاعته بس انت هتحس يا اما بفليكر كونتراكشن فيبقى جريد 1 او مش هتحس بقى كده ايه جريد 0. تمام. طيب السبستيوشن بتاعتي بتحصل ازاي دلوقتي؟ هو لو عنده ويك في البرونيتور تيريس او البرونيتور كوادريتس فهو هيحاول ازاي يساعد نفسه. اول حاجه هيعمل لي انترنال روتيشن للارم او انترنال روتيشن في الشولدر. تمام. مع ابدكشن، انترنال روتيشن في الشولدر مع ابدكشن زي ما احنا شايفين في الصوره بالظبط. شوف كده هيبعد ايده على جسمه وبيعمل لي انترنال روتيشن، فبالتالي هيحصل رول للفور ارم، هيحصل لها رول تبقى في البرونيشن بس بدون اي تدخل للبرونيتال ماسل او الكونتراكشن بتاع البرونيتال ماسل. هو استخدم الجرافيتي ان هو يعمل برونيشن. تمام. الافكت اوف ويكنس، الافكت اوف ويكنس بتاع البرونيتال ماسل، اول حاجه العضلات دي بيت ويكنس، فبالتالي الفور ارم بتاعتي بدل ما هتبقى في برونيشن هتبقى ايه في سوباينيشن، لان دلوقتي السوباينيتور ماسل بيت اقوى من البرونيتور ماسل، فبالتالي هتبقى الفور ارم بتاعتي في سوباينيشن. تمام. هيبقى هيحصل عندي برضو تداخل او خلل في بعض الانشطه اليوميه، زي مثلا انك تفتح
الدور، تعمل دور كنوب، او تستخدم السكينة تقطع حاجات، تقطع لحمة، تقطع خضار، اي حاجة، انك مثلا تتلافى اي حاجة من على الارض، مثلا تعمل بيك اب بيك اب او اذر اوبجكت. تمام. طيب ملحوظة، بيقول لك لو انت عاوز تعمل ايزوليت للبرونيتور كوادريتس، عاوز تستخدم بس البرونيتور كوادريتس في البرونيشن، هتعمل ايه؟ هتعمل الالبو بتاعك في كومبليت فليكشن. تمام. لان انت لو فاكر البرونيتور كتيرس كانت بتساعد لي في الالبو فليكشن. تمام. فانت لو عملت البو فليكشن، فبالتالي هتقلل المشاركة بتاعت البرونيتور كتيرس في حركة البرونيشن، فهيبقى الاعتماد على البرونيتور كوادريتس. تمام. طيب بيقول لك برضه البوزيشن، ان انت لما بتعمل البو فليكشن برضه هيقلل المساعده بتاعت البايسبس والركاي. تمام. طيب كده خلاص خلصت معانا المحاضره السادسه، اتمنى تكون افدتكم. تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.